لطيف. نعم ده انا معتمده على الله وعليكي في القعده السودا دي. اوكي قولي ورايا. واتساب. واتساب. برافو. بس انت برضه يا ندى بتتدلعي على السوشيال ميديا. بتصدقي الكلام ده؟ بتعبري عن مشاعرك على السوشيال ميديا. ايوه ده عيب فيا بصراحه. بتصور على السوشيال ميديا. ده عيب فيا بصراحه. ما تكذبيش بقى عشان احنا هنحتفل من غير بعض. ما عندكوش اعضاء زينا؟ بجد؟ زراير بقى. ردت على سؤالك؟ ردت على سؤالك؟ دي المرأة البلاستيكية. ايوه. كلها كام سنة هيكون عندنا توحد من كتر ما احنا عاملين كده اهو على الموبايل وعلى طول باصين. انا بعمل كده اهو. انا رقبتي انا بعمل كده اهو بكل اسف. دي بتبقي نايمة نومة غلط، بيبقى فيه عضو من اعضاء جسمك مش مرتاح بشكل سليم، نفسك بيبقى مكتوم، فجأة يبتدي العضو ده يديكي بقى اشارات وتنبيه لان خدي بالك انت كده انت في خطر، فلازم اكيد عضو منتدب. هو عضو عامل مشاكل. ايوه تمام. وعضو والحاجات دي ما بتروحش عندهم.